والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الاسم أسماء وعثمان، ثانويات الإعدادية عبد الله بن ياسين، المستوى الثالث إعدادي. هذا اليوم ننظم في مدرستنا يوما توعويا وتحسيسيا ضد مرض فقدان المناعة المكتسب، أو ما يعرف عند العامة بمرض السيدا وباللغة الإنجليزية مرض الأيدز. إذن فهناك ما تشاهدون معي مجموعة من البحوث ومجموعة من العروض لمجموعة من التلاميذ حول هذا المرض الفتاك. إذن مرض السيدا أو مرض فقدان المناعة المكتسبة هو مرض نتيجة الإصابة بفيروس الـ HEV، وهو مرض خطير جدا لأنه يحطم الخلايا المناعية للجسم. كذلك في هذه الأثناء يصاب الإنسان بمجموعة من الأمراض والتي تسمى بالأمراض الانتهازية، لكونها انتهزت فرصة غياب الجهاز المناعي، مثل مرض الفيروس الكبدي أو بي، ومجموعة من السرطانات، مرض السحايا أو المينانجي. إذن في هذه مجموعة من البحوث لدينا أولا التعريف بالسيدا، لأنه قبل أن نتكلم عن هذه الظاهرة وعن هذا المرض الخطير يجب أن نعرف ماهيته وماذا يعني بالضبط. لدينا كذلك أسباب هذا المرض. أسباب هذا المرض بالغالب هي الاتصالات الجنسية الغير شرعية، أو الاتصالات التي تكون بين طرف مصاب وطرف سليم. الانتقال، ينتقل هذا الفيروس كذلك من خلال الدم أو من خلال اللعاب كذلك، لذلك مثلا من خلال الحقن أو الآلات الحادة الملوثة بهذا الفيروس. كذلك ينتقل من الأم إلى جنينها أو من الأم إلى رضيعها، ولذلك ينصح بالكشف عن هذا المرض قبل إقامة أي علاقة جنسية. ولدينا كذلك هنا مجموعة من الصور التي تظهر لنا بعض الأمراض التي يصاب بها الشخص، من بينها مجموعة من البتور الأرجوانية على مستوى الجلد. لدينا كذلك بعض التقرحات على مستوى الأنف والأغشية المخاطية. لدينا كذلك مجموعة من الأمراض ومجموعة من الحالات التي تعد خطيرة كما ترون معنا في هذه الصورة. بالنسبة لهذا الرسم، فهو رسم يوضح خلية فيروس السيدا الذي يحطم الخلية المناعية، فالسيدا تنتقل عبر الحقن الغير معقمة كما تعلمون. لدينا كذلك آخر الإحصاءات والتي للأسف تحصد مجموعة من الأرواح سنويا. بالنسبة كذلك تطرقنا لموضوع علاج السيدا. بالنسبة لعلاج مرض السيدا أو فيروس الـ HEV، فللأسف لم يتم اكتشاف بعد لقاح ناجع لهذا المرض والذي يؤدي إلى الشفاء منه بصفة نهائية، ولكن هنالك مجموعة من العقاقير التي تبطئ تطور هذا المرض، من بينها عقار الأباكافير، ونعلم بأنها ليست ذات نجاعة كبيرة للتصدي لهذا المرض ولكن تبطئ من تطوره. إذن فمرض السيدا أو مرض فقدان المناعة المكتسبة لا يزال في المجتمع المغربي من المواضيع المسكوت عنها، والتي تعتبر مواضيع محرمة للتناقش فيها، بينما يجب توعية الناس، توعية التلاميذ بمثل هذه الأنشطة التي تقام على مستوى المدارس. أرى أنه نشاط جيد جدا ومهم لنا كمراهقين في هذه الفترة أن نعرف ما هو مرض السيدا. لذلك يجب أن نتحدث عن أن تكون هنالك توعية على مستوى الأسرة. كما تعلمون الأسرة هي نواة المجتمع، لذلك فيجب أن تكون توعية كبيرة، يجب أن نعرف جيدا ما هي هذا المرض. فهذا المرض خطير وخطير جدا، لأنه يؤدي إلى الوفاة في غالب الأحيان كما تعلمون. إذن الفيروس، كما قلنا، الفيروس الذي ينتج عنه هذا المرض وفيروس الـ HEV. إذن للوقاية، علينا الوقاية من مرض الأيدز أو الفقدان المناعة المكتسب مرض السيدا، عن طريق تجنب أي علاقات جنسية غير شرعية، وكذلك تجنب الحقن الملوثة بهذا الفيروس، وكذلك يجب تجنب استعمال مجموعة من الآلات الحادة مع مجموعة من الناس، وكذلك يجب تجنب استعمال فرشاة الأسنان أو أي شيء، لأن هذا المرض ناتج عن تماس للأغشية المخاطية مع سائل من سوائل الجسم، مثل سائل المنوي أو سائل مهبلي أو اللعاب أو فلذلك ننصح بالوقاية، لأنه ليست هنالك عقاقير أو علاج مضاد لهذا المرض، فالوقاية خير من العلاج. يجب أن نتجنب العلاقات الجنسية غير الشرعية، يجب أن نتجنب الحقن الإبر المضاد.
المستعملة وكذلك الآلات الحادة. وفي الختام هذا الموضوع يجب أن لا يبقى مسكوتا عنه، يجب أن نعرفه في الوسط المغربي لأنه يحصد مجموعة من الأرواح في المغرب سنويا، فلذلك ننصح بالتوعية، والتوعية تبدأ من المدرسة. فلذلك نشكر الطاقم الإداري والتربوي الساهر على هذا النشاط، وشكرا.